توني أبلز القاتل الذي يكره النساء. قاتل متسلسل من جنسية أمريكية، ظهرت بوادر شخصيته العدوانية منذ سن مبكرة، لكنه لم يكن يستهدف خلال كل السنوات التي ارتكب فيها الجرائم سوى النساء ومن أعمار مختلفة. فكيف بدأت الميولات الإجرامية تظهر على هذا الشخص وهو لا يزال طفلاً؟ من هن ضحاياه من النساء؟ وما دوافعه لارتكاب كل تلك الجرائم؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من هذا الفيديو. لكن قبل ذلك مشاهدين الأعزاء، يسعدنا انضمامكم لأسرة قناة دهاليز بتفعيل خاصية الجرس والضغط على زر الإعجاب وكذلك زر الاشتراك، ونحن نعدكم دائما بالأفضل والأكثر تشويقا ومتعة لنتابع. ولد توني ألفين أبلز بتاريخ 28 من شهر ديسمبر من عام 1954، وكان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو قاتل متسلسل بدأت قصصه مع الجرائم في سن مبكرة، وذلك عندما أدين رسميا بارتكاب جريمتي قتل وقعت إحداهما بينما كان لا يزال دون السن القانونية، كما تم ربط أبلز لاحقا عبر دليل الحمض النووي بجريمتين أخريين في العام 2006، حيث كانت أولاهما الضاحية المتقاعدة البالغة من العمر 84 عاما والمدعوة أدلين ماكلولين في العام 1983. بينما جريمة القتل الثانية كانت ضحيتها صديقته البالغة من العمر 31 عاما والتي تدعى ديبورا كيسور خلال عام 1987. وعلى الرغم من أنه كان على علاقة بها، إلا أنه لم يتم حينها توجيه تهمة القتل لأبلز. لم تتم محاكمة أبلز بعد على قضية مقتل ماكلولين، بينما يقضي إلى حد الآن عقوبة بالسجن مدى الحياة لقتله صديقة أخرى وهي مارلين بيرنز البالغة من العمر 48 عاما في العام 1990. وفي تفاصيل القصة، فقد وقعت أول جريمة قتل لأبلز عندما كان فقط يبلغ من العمر سن 16 عاما، وذلك خلال عام 1970 عندما قتل سيدة أثناء عملية سطو في سانت بطرسبرغ، وسرعان ما تم القبض عليه بتهمة القتل. ثم في شهر مارس من سنة 1971 فقد أقر بارتكابه جريمة قتل من الدرجة الأولى وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، غير أنه في عام 1983 أي بعد أن أمضى 12 عاما في السجن الحكومي، فقد أطلق سراحه بشروط، ثم بعدها فقد تمكن من الحصول على وظيفة كعامل بناء. وبعد 5 أشهر من إطلاق سراحه، وفي يوم 25 من شهر يونيو من نفس السنة، فقد اقتحم شقة المسماة أدلين ماكلولين، والتي كانت تبلغ حينها من العمر 83 عاما، وهي أرملة متقاعدة من وستر بولاية ماساتشوستس، وذلك بعد أن تسلل عبر النافذة إلى منزلها. ثم بعد دخوله إلى المنزل وجدها هناك، فقام بخنقها بوسادة، ثم شرع في السطو على ممتلكات شقتها، وهو الحادث الذي صدم كل من يعرف السيدة العجوز وكل الجيران، والذين وصفوها بكونها سيدة غامضة ولكنها ودودة وطيبة للغاية. ثم في يوم 14 من شهر فبراير، والذي يتزامن مع يوم الاحتفال بعيد الحب من سنة 1987، فقد قام أبلز بالاعتداء جسديا على صديقته البالغة من العمر 31 عاما المسمى ديبورا كيسور، كما أشرنا سابقا، والتي تعود أصولها إلى مونتيري بولاية كاليفورنيا. وقد شهدت كيسور لآخر مرة في اليوم السابق وهي تجري مكالمة هاتفية من هاتف عمومي أمام المبنى السكني، فيما عثر أحد المارة على جثتها والتي كانت ترتدي بلوزة وسترة وهي تطفو على النهر على طول طريق بالقرب من جسر روزير بارك. وقد كانت الجثة تعاني من كدمات على ساقيها، وعلى الرغم من العلاقة التي كانت تربطها بأبلز، فلم يتم القبض على الأخير كمشتبه به في قتلها في ذلك الوقت.
وفي الرابع من شهر يونيو من عام 1990، وبعد الدخول في جدال مع صديقته الجديدة وزميلته في السكن المسماة مارلين بيرنز والبالغة من العمر آنذاك 48 عاما، وقد كان أبلز في حالة سكر حينها، فقد دفعها أسفل السلم وضربها ثم ركلها حتى الموت بعد ذلك. وبينما كان يغادر الشقة ويمسح الدماء عن يديه، فقد رآه مجموعة من الشهود، وكانوا قد اتصلوا بالسلطات للإبلاغ عن نزاع ومشادة كلامية داخل المنزل، حيث كان يقطن رفقة صديقته. وعندما وصل رجال الشرطة، فقد ألقي القبض على توني على الفور، وسرعان ما وجهت إليه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وتم احتجازه دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة، وتم إيداعه في سجن مقاطعة بينيلاس. وفي شهر يونيو من نفس السنة، فقد أدين توني أبلز بقتل صديقته بيرنز، وتم الحكم عليه بالإعدام على الكرسي الكهربائي. ولكن بعد عامين خفف القاضي المدعو بوب باركر عقوبته، وبذلك تحولت إلى السجن المؤبد. والسبب في ذلك أن أبلز كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، وهو ادعاء أكده شقيقه المسمى أنتوني، والذي أشار إلى أن طفولتهما كانت قاسية وعنيفة، والتي أساء خلالها والدهما إلى والدتهما لدرجة أنها تركت الأسرة. وهو كان له بالتأكيد دور أساسي فيما تحولت شخصية أبلز إليه بتلك الطريقة العنيفة. وللإشارة، فقد ظلت قضية كل من جريمتي قتل السيدة ماكلولين والشابة المسماة ديبورا كيسور دون حل حتى العام 2006، عندما قدم المحققون في جرائم القتل الحمض النووي لأبلز إلى الجهات القانونية المسؤولة في ولاية فلوريدا، والتي تطابقت مع البصمات الموجودة على جثتي كلتا السيدتين. وفيما بعد لم يتم اتهام أبلز بقتل كيسور لكونهما كان متورطين في علاقة عاطفية، لكن المسؤولين يعتبرون القضية منتهية ومقفلة. أما بالنسبة لجريمة قتل ماكلولين، فقد تم حجزه رسميا بسبب ذلك، ولكن لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد ذلك. كما أنه وفقا للرائد في الشرطة مايكل بايدز، هناك احتمال قوي أن يكون أبلز مسؤولا عن جرائم أخرى لم يتم الكشف عن تورطه فيها بعد، أو أنه لم يتم ربط تلك القضايا المسجلة ضد مجهول أو المنسوبة لشخص آخر مع الجرائم التي قام بها أبلز على مر كل تلك السنوات. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.